توقفت الحركة السياحية فيها بنسبة 60%. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من قضاء رواندوز مراسلنا ريبر غفار. أهلا بك ريبر. ريبر، حدثنا عن تأثر الإجراءات الصحية على الحركة السياحية في سوران. نعم تفضل لك الكلمة. نعم ريبر، أهلا بك زينب ومساء الخير. كما نعلم يعني مدينة منطقة سوران بأقضيتها الأربعة سوران وتسومان ورواندز وكذلك ميرغاسور تكتظ بالمناطق السياحية. إن صح التعبير نستطيع أن نقول بأن 30% من السياح أو من سياحة العراق تقع في هذه المنطقة، و 80% من سياحة محافظة أربيل أيضا تقع في هذه المنطقة. أعداد كبيرة من السياح سنويا تصل إلى هذه المنطقة لزيارة هذه المناطق السياحية، ولكن في الحقيقة منذ سنتين وتعاني هذه المناطق السياحية في هذه الأقضية من التدهور بسبب تفشي فيروس كورونا. فبين فترة وأخرى يعني يتم فتح أبواب هذه المرافق السياحية، وفترة أخرى يعني يتم إغلاقها. فلذلك يعني تضررت هذه المناطق السياحية كثيرا في هذين العامين. وفي يعني مع بداية فصل الشتاء بدأت هذه المناطق تتنفس الصعداء، وكذلك بدأت تستعيد معافاتها بعد إلغاء الحظر في الكثير من المناطق في العالم وكذلك في العراق وإقليم كردستان. ووصل أكثر من 250 ألف سائح وزائر إلى هذه المنطقة، ولكن مرة أخرى بعد إعلان الحكومة العراقية يعني منع وصول يعني الحظر في 3 أيام، وكذلك قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان منع وصول الجروبات السياحية إلى إقليم كردستان، مرة أخرى يعني انخفضت نسبة السياح، وكذلك توقفت الحركة السياحية في هذه المنطقة 60%. وكذلك يعني كما سمعنا من زميلنا مهند، حسب التسريبات التي وصلت إليه في اجتماع خلية الأزمة لمواجهة كورونا، بأن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان جددت قرارها بمنع وصول الجروبات السياحية إلى إقليم كردستان. إذن الحركة السياحية ستتوقف في هذه الأيام. من جانب آخر، الحكومة الإيرانية قررت يعني منذ أسابيع قررت يعني إغلاق معابرها بوجه السياح، فلا يستطيع أي سائح الوصول إلى إقليم كردستان أو دخول أي سائح من إقليم كردستان إلى إيران، وهذا أيضا ألحق الضرر أو ضررا كبيرا بالمناطق السياحية في إقليم كردستان. كما نعلم 85% من السياح القادمين إلى هذه المنطقة من سياح وسط مدن وسط وجنوب العراق، فإغلاق الطرق بوجه السياح والجروبات السياحية من مدن وسط وجنوب العراق ومنعهم من الوصول إلى إقليم كردستان سيلحق الضرر كثيرا بهذه المناطق السياحية. فعلى سبيل المثال زينب، أنا الآن في مصيف جنديان في قضاء رواندز. هذا المصيف هو أحد المصايف الجميلة الخلابة في هذه المنطقة، ويجذب عددا كبيرا من السياح سنويا. كما ترين هذا المصيف الآن خالي تماما من السياح بسبب هذا القرار. هذا المصيف انفجرت ينابيعه أو ينابيع المياه فيه لتوها، ولكن مع ذلك خالي تماما من السياح بسبب هذا القرار. وكذلك أصحاب المناطق السياحية في السنوات الماضية كانوا يستعدون لاستقبال السياح في هذه الأوقات، خاصة وفصل الربيع وكذلك أعياد النوروز على الأبواب، ولكن هذه السنة أصحاب هذه المناطق لم يتخذوا أي استعدادات، لأنهم حتى الآن لا يعلمون هل سيتم إلغاء هذا القرار أم لا. لذلك نرى المصايف خالية تماما من السياح، وكذلك أصحاب هذه المناطق متوقفون عن العمل وكذلك عن الاستعدادات، ونستطيع أن نقول بأن الحركة السياحية تضررت كثيرا وتوقفت، وهناك شلل كبير في هذه أو في هذا القطاع الحيوي في إقليم كردستان وكذلك في هذه المنطقة. نعم ريبر غفار، كنت معنا من رواندوز، شكرا جزيلا لك.